مساء الخير على اكيلا في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده من مطعم ذا كامب في قلب الشيخ زايد. ذا كامب جامع ما بين حاجتين، ما بين ان هو انترناشونال جاي من اطباق من العالم كله، والاطباق اللي جامع من العالم كله دي جزء منها مصره حط فيه تاتش مصري، توابل مصري، فبقى عندك اطباق انترناشونال من بلدها زي ما هي، وعندك اطباق انترناشونال متمصره فيها التاتش بتاعنا. تعالوا نعيش التجربه مع بعض، وبالذات ان هم عاملين ديكور جديد غريب، في فكر في كده، ايه هتوه معايا واحنا في المطعم. يلا نجرب. عملناش من مطبخ معين، ما رحناش لمطبخ معين قلنا ناخد منه الاطباق. احنا جبنا مثلا 400 ريسيبي او 400 طبق من اطباق يعني مطابخ العالم كله، ورحنا البرازيل، النرويج. غيرت رايي، انت ممكن تيجي تطلب حنجر السلطه ده لوحدك وتاكله، انبسط بيه قوي. طعم، عشان ساعات انتوا بتقولوا انا بافور يعني في الشرح، هي اكلت معانا وشافت، فبالتالي انت بتاخد بورشن كبير قوي وكمان طعمه حلو. مساء النور. تعال نبتدي الاول قبل ما نتكلم على كل التفاصيل، ايه فكره ذا كامب؟ انت اللي انا اعرفه ان انت اصلا حد بيشتغل في مجال تاني خالص. بالظبط. ومؤخرا قررت تعمل مطعم. مظبوط. فايه فكره ذا كامب؟ بص، هي جت بالصدفه عامه، يعني من زمان نفسي اعمل كافيه ومطعم وكده، يعني وقصه في دماغي من زمان بس مش واخد فيها اي خطوه يعني. ومع الوقت بقيت عمال انا بكون تخيل في دماغي ليوم ما افكر اعمله ازاي. وهم بالصدفة يعني دخلت شريك مع حد في خيمة سحور في رمضان، قبل رمضان بيومين، وعملنا خيمة اسمها ذا كامب، كانت هنا في الشيخ زايد. وبعدين الحمد لله يعني نجحت جدا الحمد لله، وطلعنا يعني توب ريتد في انترناشونال ماجازينز، يعني زي سكوب امباير مثلا طلعونا في لستة بتاعت ذا توب 10 موست يونيك سحور اكسبيرينسز رمضان 2018 في مصر، كنا احنا الثالث على مصر يعني. ده حلو ده. خرجنا من رمضان قلنا ايه، طب يلا ايه نعمل، يعني نعمل. نستغل نفس البراند يعني ونعمل مطعم. بس انت السحور سكه الفول والطعميه والبيض بالظبط، بس كنا عاملين برضه فيها افكار بتاعتنا احنا يعني. اوكي، برضه كنت تويست كده بالظبط. طيب لو قلنا نوع الاكل بتاع ذا كامب ايه؟ بص، احنا يعني لما جينا نعمل ذا كامب ما عملناش من مطبخ معين، ما رحناش لمطبخ معين قلنا ناخد منه الاطباق. احنا جبنا مثلا 400 ريسيبي او 400 طبق من اطباق يعني مطابخ العالم كله، رحنا البرازيل، النرويج، الهند، يعني ما فيش حته ما جبناش منها، واخترنا منهم يعني شويه ايتمز كده، قعدنا نجرب حاجات ونشيل ونحط ايه لغايه ما اختارنا يعني شويه ايتم. يعني احنا ميكس من كل مطابخ العالم. ده كامب از انترناشونال بالظبط كده، ايفن حتى مصر. انت في بقى واحنا بنتكلم في بقى قلت لي ان انت مثلا طبق من بلد فلانيه بس انا حاطط لها تويست مصري. مظبوط. زي ايه؟ يعني عندي طبق مثلا اسمه ستير فرايد بيف، ده اصلا تشاينيز نودلز باساسه بكل الانجريدينتس بتاعته، بس احنا زودنا عليه شويه حاجات وفي التيست وفي التوابل وكده، فخليناها طعمها يعني مصري شويه، مصري اكتر يعني. عملت ده في كله ولا بس في حاجات معينه؟ في حاجات وحاجات، في حاجات عاملينها الستاندرد بتاعها، وفي حاجات مديناها الطابع بتاعنا شويه. ايه اللي شغال اكتر، المطعم ولا اكشلي لا بوث يعني، لو قلنا يعني المطعم 50 50 مثلا، يعني لو قلت بالظبط او اولموست مثلا الـ 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 لا المطعم يمكن اكتر 55 المطعم اكتر. 55 بنتكلم هنا كعدد اوردرات ولا بنتكلم كمبالغ؟ كعدد اوردرات وكمبالغ يعني الاثنين اغلب الناس بتيجي يعني. انت برضو
يعني انا اكتر إحنا مطعم بيقدم خدمات ال احنا كان قدامنا يعني تشالنج ان احنا زي احنا عاملين اوبن كيتشن, انت بتشوف الشيف هو بيطبخ قدامك, دي كانت تشالنج وحاجه صعبه جدا. لا لا وده اوبن بجد بقى, مش بعض المطاعم بتعمل لك شباك وتقول لك اوبن كيتشن, ده انت اوبن بجد شايف الشيف وهو بيشتغل. اوكي ف زي ما بقول لك كان تشالنجينج جدا ان احنا نعمل كده, ولكن ده ليه فوائده ان انت بتبقى شايف الاكل بيتعمل قدامك بتاع اللي قاعد على الترابيزه اللي جنبك, اه وتقعد تريل عليه وعمال عايز تدوق عايز تدوق اللي بيتعمل تقريبا اغلى الناس بتاكل. خلينا نخش بقى في الجد والاكل, وطبعا معانا ضيفه النهارده, خلي بالك, وضيفه اكيله ربنا يستر. هي اي نعم بانكر مش طباخه, بس واضح ان هي يعني واثقين في نفسنا. ايوه جدا. يلا حبيبي نور. اصوات بقى وبتاع, ومطعم شغال, فيعني ما تستغربوش. معانا ضيفه النهارده نادين طاهر. ايوه صعيديه صح؟ منين في صعيد؟ من هنا. من هنا؟ من اسنا. من اسنا. بس انت شغاله بانكر. ايه علاقتك بالاكل؟ لا ولا حاجه خالص, بس احنا بناكل طول النهار في الشغل, بنحب نمخمخ وناكل ونجرب وناكل ونجرب. طيب بصي احنا معانا سلطتين, دي اللي هي سيزر سالاد بس بالسلمون, ودي اللي هي قال اسمها ايه, هاواي. 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 طيب سيرفيس انت بقى معانا نفسي بقى, هقعد اغرف لك وبتاع. لا خالص, لا ما يصحش, انا اغرف لك. طيب وده ناتشوز بالطريقه بتاعتهم هم, بالخلطه بتاعتهم وكده, وجمبري بالباينابل. انا بنقول اساميهم بعدين, مش مهم الاسامي دلوقتي, وناكل. ايه انت كده خدتي؟ لا بس يعني هي لازم تتقلب, خلينا نقلب بشكل يس سلم. انتوا شايفين الحجم يا جماعه, انا عايزكم تركزوا في حجم السلطه, وده الحجم العادي, البول العادي اللي بينزل, لسبب واحد ورئيسي, ان احنا لما نقول الاسعار بعد كده تبقوا متذكرين. وانا عامل حاجه اسرع زي عايزين نقول لهم برضو ان دي حجم الباوز بتاعت السلطه بتاعت العواجين, اللي هي بتاكل عيله. بتاكل عيله, فانت بالتالي يعني ما تجيش لوحدك وتطلب السلطه, لان غالبا مش هتقدر تخلصها. عجبني انا عرق الشبت ده قوي. طيب دي الهواي, دي جرجير, وقال ايه تلات انواع خاص, كابوتشي و سوداني. سوداني بارميزان. ايه ده؟ على فكره فيها حاجات تحتها ما خدناهاش, طماطم. انا طلعت لي طماطم في جرجير, سوري جبنه. هي بتاعها خفيف قوي صح؟ لو حد عامل دايت هينبسط بيها قوي جدا. طعمها مش لاذع, هي خفيفه قوي. خفيفه قوي. طيب غيرت رايي, انت ممكن تيجي تطلب انجر السلطه ده لوحدك وتاكله, تنبسط بيه قوي. تنبسط بيه قوي لان هو ما فيهوش, مش عايز اقول كلمه رجيم, بس قصدي يعني ما فيهوش حاجه تتخن يعني. لايت. ده بقى اللي انا حبي الاول والاخير, وهو السيزر سالاد بالسلمون. مش هقعد الم الشبت كله بقى, هعمل زيك. ده في حته كمان سلمون مشويه, خلي بالك انا خدت حته منها عشان انت تاخد الحته الثانيه. اوكي
صوص تارتار حلو قوي. مخدومه قوي بالصوص. دايما لما بتطلبوا سيزر سالاد بيبقى المشكله خدت حته من المشويه. دايما لما بتطلبي سيزر سالاد بيبقى المشكله الدريسنج ما بيبقاش كفايه. شغالي في شغالي ايه في البنك من غير ما نقول اسم البنك؟ يعني شغاله في حاجه اسمها انفورميشن سكيورتي. انيو يعني حاجه في الماركت اسمها انفورميشن سكيورتي، او امن المعلومات اللي هي كل حاجه، كل حاجه ليها خاصه بالانفورميشن والانترنت والهاكينج. اوكي. طب انا عجبتني السالمون الدوقي ده، عجبني السالمون السموكت احلى من المشوي. مشوي ملسوع شويه، محروق ممرر، محروق شويه، جريل قوي. مش نضرب السلمون فريش نوعا ما. دي بقى من السلطات، دي من السلطات اللي لازم اخد منها تاني. انا عاده بحب ادوق الحاجه وموف على اللي بعديه، بس دي عجبتني قوي بزياده بصراحه، لاني انا بعشق الصنا او السلمون، وبعشق الخس الورقيات عامه. ايه مش حاسس انك متمزجه؟ حلو قوي. يعني عينك في حته السلمون بتاعتي؟ لا انا هتسيبي حبه. استني اتاكد بس كان في تاني ولا بهزر. بهزر. لا خلاص عشان احنا لسه قدامنا مشوار طويل. لا هديكي حته سلمون. لا والله لا انا راضي. في حته من المشويه المحروقه تاخديها؟ لا خلاص بقى خليني في الدور الجاي. لا والله خلاص انا خلاص I'm fine. انت عايز الناس تقول ان انا بجيبك اكل انا؟ لا مش بصلك في الاكل والله. ايه ونعم. طب يلا. بيبقى في حتت في الصوان مش عارفه ايه، البطن واللي مش عارفه ايه، واسمها اوردرز ومش عارفه ايه، في حتت كده بس يعني حته تخينه يعني مخدومه كده، تحس ان الصمام طلع لك ايه، هي القطعه كمان بتاعتها حلوه. خلي بالك انت الصمام تيجي تشانكس وبتقطعي منها، مكلف نفسه وحاطط حتت حلوه. لا وهو مديك كمان احساس السمك بسبب لففها. فإلى جانب ان هو جايب حته برايم يعني حته قطع حلوه وكمان لففها فمدياك السمك اللي هو حلو قوي. طيب نخش بقى على الابيتايزر. ده الناتشوز وده جمبري بالاناناس. مدي في ايدك ايه في الاول؟ الناتشوز الاول؟ عشان ريحتها بلاش شويه. رائع. لا انا عاجبني حاجه بقى يمكن مش هتيجي على بالك شويه. هو مستعمل ناتشوز بجد. مش اللي هو الحاجات الجاهزه اللي في الاكياس. مش البيق اللي هي اي كلام. بصي بقى القرن يخطيه. كويس اللي ما جاش تحت ضرسي ده عشان كان زماني بكاكي دلوقتي. هي حراقه شويه بس هو قال انه ممكن تتعمل نص نص، دي نص نص عشان كده عارفه ادوقها. و ممكن يعملوها كمان مش حرقه خالص بس الاصل بتاعها حرقه. اللحمه المفرومه التزبيكه بتاعتها حلوه. لا ونوع اللحمه حلو. والتيست عالي قوي يعني. انا ما بحبش الحراق. حلوه. ادي فرصه للحراق حلوه. دي الحاجات الحلوه الميديوم دي حلو. طيب ندوق بقى اللي بعده اخر حاجه وهي جمبري بالباينابل. دون طبق عشان عارف ان ابعد عنك شويه. معاك ثانيه؟ لا
محتاجه اتذوق بقى بركز. بقول لك هديكي واحده ثانيه؟ لا 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 شور؟ تمام. وقعت الاناناس شبت. انت واخده بالك انه حاطط شبت على الاناناس؟ هو الشبت كومن في ال بصي الجمبري صغنون شويه محتاج يبقى اكبر شويه. محتاج يبقى اكبر شويه عشان تعرف تقصه تقطعه كمان. و مش عاجبني فكره ان انت عندك برضو. لا انت عندك. لا انا عندي بتاعتي ال فيها القشره لازقه فيها بزياده. لا القشره لازقه. هي الاظرف ممكن تبقى اكبر شويه ومفيش قشره عشان الموضوع يبقى اسهل شويه. القشره بيدي تيست في الكوكينج سواء غالبا بما انه ما كانوش يعرفوا احنا هناكل ايه. لان احنا ما كناش مختارين الاكل من قبل ما نيجي. احنا بعد ما جينا اخترنا الاكل. فغالبا الجمبري طلع من ال من الفريزن الفروزن على كوكي. خدش وقت عشان كده يعمل كده. انا بالنسبه لي السلمون ناشوز يعني تدريجيا ناشوز بعدين السلمون. تمام. انا عكسك. انا ده وبعدين ده. الجمبري مضايقني ان هو كان المفروض يبقى اكبر سنه ومضايقني فكره ان القشره لازقه على اللحمه. فمش عارف ادوقها. لما عرفت احرر حته واكلها بالاناناس كان طعمها حلو قوي. الميكستشر ده مع بعض حلو قوي. الميكس ده واقول لك بصي احنا نقول لهم ننتقل الى فاصل بعدين نقشر بايدينا عشان نعرف ناكل بقى بسرعه ونعرف ناكل بقى ايه بالمظبوط يعني. طيب ننتقل الى فاصل ونرجع لكم بفقره ثانيه. عشان الحاجات كتير انا عاجبني الديكور ده. انا اصلا بحب طعمه قوي. الشريدد بيف ده اتفضلي حضرتك اللي هو اصلا طبق صيني وهم مصروه. بهدلت الدنيا؟ لا لا. طيب تعالى نبص كده المكونات بتاعته ايه. هو فيه لحمه ومكرونه. ايوه انا ما جاليش اي حاجه من اللي جات لك دي. لا نفس الطبق بس انا اهو من فوق بس. خلاص في كوسه دورة حلوه. طيب في حاجه هنا ايه دي مداه لكون فلفل فلفل. لا دي فاصوليا خضراء هي. تخيلي بس التخين قوي جدا. طب يلا بقى عندنا لحمه وخضروات مختلفه ودورة. جانتي جانتي الطبق ده قاعدين في يعني بيتي قوي. هو قال لي في الانترفيو انه اصلا طبق صيني بيتعمل بالنودلز وهم ممصرينه. حلو. هم مصري قوي برضه. ايه؟ تحسه مصري فعلا. مصر. تحس كده ان انت عندك شويه حاجات في التلاجة مش عارف تعمل بيهم ايه؟ جبت البواقي حطيتها بس حلو. فراح تعمل بيهم اكله حلوه. في مشروم؟ فيها مشروم. كوسه بجد حلو.
طيب عايز اقول ان كل طبق ليك معاه اتنين سايز، فاحنا نزلنا كل السايز. لو رز بشعريه نزلناه عشان كباب الحله، بطاطس ويدجز والبطاطس بيريه نزلناها مع السالمون ستيك جريل مع جريل ستيك، وده سكالوبيني بقى نزلنا معاه المكرونه والخضار المشوي. ما تيجي نجرب السكالوبيني عشان الحاجات اللي فيها جبنه لما بتسيح بزعلها لما بتنشف على جنب كده. ماشي خلينا كده ماشي كده. يلا اكلك منين يا بطه؟ هي اصلا مش باين اصلا. اوكي هي للعلم انت فاتحه للشهيه. ايه ده بجد؟ لا انا انا عاده انا بدوق ما باكلش كميه الاكل اللي انا اكلتها معاكي النهارده. شيء طيب. شرفني والله. في جبنه وفي سكالوب ده فراخ. ما هو لا اقول لك ده غالبا اللي هو قال لك انا بعمل الكاونتي فرايد تشيكن حلو. لا ده اسمه في المانيو اسمه سكالوبيني. حلو قوي. وفي صلصه كمان. في البريدنج بتاع الفراخ فراخ متبله حلوه. فراخ فكرته حلوه برضه. شو اكل دسم قوي. جبنا معاه استني ده عليه حاجه غير الجبنه تركي. عليه حاجه زي اللازانيا. باستا. لازانيا باستا حاجه. حاجه من الباستار. ده قنبله. هندوق ال انا كان بعمل ال خضار مشوي. المشوي غير المشوي. كليه عشان رجيم. وقولي لي رايك ايه طعمه حلو؟ تحفه تحفه. بنانا وشوفان. بصي انا عايزك بقى خليكي معاه وخليها ما يجيلها حاجه. نجرب بقى ال سالمون ستيك. الاطباق تقيل قوي. مليانه. طبعا انت خدتي بالك ان البورشنز مش طبيعيه. مش مش لنفر يعني. طيب انا هجرب البطاطس بيوري لان هو شكر فيها قوي. وقال لي انه بيعملها بطريقه جامده. وبعدين ناخد حته من السمكه نديها لحضرتك. ميرسي ميرسي. ناخد بقيه السمكه بقى. بهنا والشفا. يا سلام من قلبك. ها يعني من قلبك. بحاول. طيب. ماشي هعديها لك. ما احنا بنتكلم في حته يعني سمك بقى. بس انا عايز بقى ايه اخد الصوص بتاعها. ايه حلوه حلوه. احلى من اللي كانت في السلطه كتير. لا بجد بص بصي عجبني التفنين يعني ايا كان هما اللي مفننين ولا الطبق اصلا كده بره وهما جابوه. حلو قوي. عاجبني التفنين. بيريدو تيم. حلو قوي. عليه طبق جبنه من بره. صح؟ حلو قوي. طيب فاضل ايه ما دوناهوش؟ باستا. هي الباستا كانت مع الاسكالوب بس هي الباستا شكلها وجبه لوحدها. يعني بصي ناخد واحده كده ندوقها. هو طبعا في الاتيكيت يقول لك ليديز فيرست والمفروض ان انت تحط لها. ما ندوقش بس هنا عشان المانوفرنج موضوع ان الطبق ده هنا وكده فبنمشي بالسيستم التاني بتاع الاتيكيت اللي هو الاتيكيت المصري. الاكل ما يعطيش على جعان. فالاكل جه عندي الاول خدت منه وبعدين قلت لا هو ده الاتيكيت عندنا. يلا. دي عربياتا شبه العربياتا شويه. انت خدتي مكرونه رانايا؟ اصل انا عايز اكل الكباب الحله بالرز. بس فاتك الخلطه. خلطه حلوه؟ لا فاتك الخلطه. سبكه؟
تسبيكه حلوه. خدتي مكرونايه؟ انا كان عليها بطاطس وفلفل وشويه توميتو كده. انا حاولت اخد بيها باريس كده. حلوه قريبه من طعم الارابياتا بس معموله بطريقه كليناكس، بس معموله بطريقه شيك. طيب نيجي بقى للحمه. ده كباب الحله بطريقته، بس انا كباب الحله اللي هي طريقه لازم اكلها بيه. ما احنا طلبنا السيد الرز بالشعريه ليه؟ انت بتعيطي ليه؟ لا لسه بدري خالص، لازم نقولي هادي. ده ليه؟ بالعكس. طيب. لازم انزل رز كده. اوبا سوري. وبعدين احط عليه الصوص بتاع اللحمه واللحمه. بصي بقى، انا كل ما اشوف بصل كتير في براون صوص بنبسط بنشكح، بس انا كده ما خدتش لحمه، وانا لو سبت لها طبق اللحمه مش هتسيب لي حاجه. يعني انا سايبه لك الاكل ويعني لا، ما هو يوسف كان بيشتكيني لو ما بيلحقش اكل. لا والله، ده انا مأكلاه ومظبطاه، وبيجي الصبح بلاقي افطار، بلاقي افطار جاهز. ايوه يوسف ده خطيبها، وكان قبل ما نصور بيشتكي ان هو ما بيلحقش ياكل معاها حاجه. شفروت مجموعه كده. يلا اخس اخس اخس. ها تحب اساعدك؟ لا 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 انا هتعامل. شور؟ طب استني هجيبه لك عشان ما توقعيش. نجرب الاول الرز بالخلطه اللي هو الخلطه بتاعت اللحمه. ايوه بقى، ايوه بقى، طعم الكراميلايز. لا 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 لا، بصي هتاكلي كل بمزاج. استني استنى بس عشان انا، ايوه انا هجيب لك صوص، بس انا ما بتكلمش على اللحمه. لازم تبقى كده مليانه. ايه ده؟ بس بتقولي اكيله وبتاع، حد يحط حاسه بالبصل توابل بقى. لا وحاسه بالكارملايز بتاع البصل. جامده دي. دي احلى اكل على فكره. لا كباب الحله رائع متفوق. بعدين البراون صوص نفسه حلو قوي. لا وفي حاجه اهم، بعض المطاعم بتستنصح تعمل الصوص لوحده بعدين تحط عليه اللحمه. لا فبتحس ان اللحمه منفصله عن باقي الحاجه، ما هو مع بعض طبخها فيها معاها. فاللحمه ما هي الطبخه دي في ناس بقى بتحطها في الطاجن في الفرن. ما هو دي معموله طاجن. حتى هي في المنيو اسمها طاجن. دي احلى اكله هنا. حاجه ثانيه بقى، لو مش هتيجي بطن جربي البوريه بالصوص ده. انا ناخده تيك اواي بقى براحتنا بالليل على التلفزيون. انت داخله على طعم حلو قوي قوي. بازل رجيم هو كان حلو قوي لحد ما حته حبهان حبهان نزلت تحت درسي. كريت عيش انا دلوقتي. انت من الناس اللي بتتضايق في الحبهان؟ ده انا الحبهان بيدور عليا. انا لو حلت رز و10 بياكلوا منها وفيها حبهان هتقعد تحت درسي انا. فيري جود. طيب تلخيصا كده عقبال ما يجي لنا المنيو نقول منه الاسعار. ايه رايك في التجربه كلها على بعض؟ حلوه. حاسه ان البورشنز كبيره قوي. مش كده؟ كبيره قوي. يعني انت لو جايه انت وخطيبك مش هتقدروا تطلبوا طلبين؟ لا. واحد سلطه وواحد مندش. هنشير. اكل كتير قوي. اوكي. ايه اكتر حاجه عجبتك من كل دوقنا النهارده؟ الناتشوز. ناتشوز؟ بيوند يعني. دلوقتي واحنا انا السلمون عاجبني، بس الكباب الحله مع الرز عارف تحس انت خد السكسي كله بقى خلاص. يعني حلو بس ده احلى. اوكي. ايه رايك في الشريد بيف؟ جديده. تمثيل حلو ولا جديد وحلو بقى. يعني ما فيهوش التخريف المصري. حلو. اوكي. طيب انبسطتي؟ انبسطت جدا. انا عارف ان انت ليكي في الكوارع والفشه والمنبر والمخاص وكده، بس انا ماليش فيها. لا لا مش الادج ده، يعني انا ليا حاجات ايتمز معينه. اللي هي ايه؟ يعني العكاوي،
الكوارع بس معموله بطريقه معينه مثلا. هم كان عندهم طاجن الحاجات دي بس لغوا كلاوي كبد بقى كتير. الحاجات دي انا دايسه فيها. الكبد ده كله كوارع بقى مش تاكلي طحال والكلام ده في البيت لو معمول بطريقه حلوه نظيفه يعني. طيب هنقول بقى الاسعار لان احنا دايما متعودين نقول اسعار كل حاجه. تعالوا بقى نبص على المنيو زي الديكور بتاع المكان كله شبه. هتلاقوه كده ايه شبه شبه في ميستري كده ما فيهوش الصور وده نوع المانيوز. انا بحب المانيوز اللي فيها صور مش عن جهل. بتشجع. لما بتكون اول مره تاكل في مطعم ففي مسميات في مطاعم بتسمي اكلات انت عارفها بس هما مسمينها مسميات مختلفه فبتبقى محتاج تشوف هو قصده ايه. 1-2 العين بتشد قبل الريحه وقبل الطعم. لما بتشوف الحاجه وعشان كده بيهتموا جدا بره وهنا في مصر طبعا في مطاعم كتير بالبرزنتيشن لان عينك بتاكل قبل حاجه ثانيه. ما تلاقي الاكل كده فوق بعضه وملخفن وبتاع تلاقي نفسك تسدد ما انتش عارف تدوق حاجه. اوكي ده المنيو عادي جدا سيمبل تو ذا بوينت. ليه بقى حطينا الاسعار على ورق؟ لان هم وده غريبه حتى انا لما بقول لنادين دلوقتي قالت لي ياها هو لسه في ناس بترخص. هم رخصوا المنيو بتاعهم والجديد لسه هيسلموه بعد بكره فطلبت منهم ان هم يحطوا لي الاسعار الجديده على ورق. وطبعا انتوا لما تيجوا هتقدروا تعرفوا اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا. الفقره الاولى كان فيها الجمبري بالاناناس ب 74.95 الناتشوز اللي عجبك قوي 39.95 اللي هو 40 يعني حلو قوي. السيزر سالاد اللي هي كانت بالسلمون ب 100 99.95 هي 100 والهواي سالاد ب 34.95. نيجي بقى للطبق الثاني البيف ده هو مكتوب اصله بالعربي فصعب شويه. البيف ده ب 70 69.95 يفهموا بقى هم كل اسعارهم 9.95 فانا هقرب 70. السكالوبيني ب 100 هو ده فيري شيب. السلمون ب 180 اللي هو ده والكباب الحله ب 90 والباستا ايه؟ باستا؟ لا باستا ريد الباستا ريد دي لا ده اكستراس. اوكي الباستا ريد والخضار المشوي والرز والبيوريه والبطاطس الويجيز دي اكستراهات بتنزل مع الطبق المين اللي انت بتطلبه. خلينا نلخص الموضوع. تجربة حلوة تستاهل ان انت تدبلها المشوار لو انت مش من زايد لان انت بتاكل اكل فيه صنعة وفيه فكر وفيه تويست يعني زي دي كده فيها تويست ما هياش كباب الحلة العادي بتاعنا. في حتة برضو حتة الكاراماليزد اونيونز دي وبتاع مش في بيوتنا يعني بس طبعا حلو. الطعم عشان ساعات انتوا بتقولوا انا بأفور يعني في الشرح هي اكلت معانا وشافت فبالتالي انت بتاخد بورشن كبير قوي وكمان طعمه حلو. في مطاعم كتيره بتعتمد على البورشن الكبير بس الطعم بيبقى عادي مش هنقول وحش بس عادي. لا دول بيعتمدوا على بورشن كبير ولكن الطعم حلو. فانت لما تيجوا انت خد واحد سلطه واحد من ديش يعني انت وخطيبتك ولا انت وصاحبك ولا انت ومراتك لو الناس عامله دايت هتنبسط هنا كمان قوي. اللي عامله دايت هي السلطه اليتيمه اللي لا ليه والله لا والجريل خضار الجريل حلو قوي والله هيجي عشان ياكل سلطه وخضار جريل. هو الدايت ايه غير شويه جريل وشويه حاجات سلطات. خلينا نكمل. الحاجه اللي انا بقى متضايق منها شويه واكيد انتوا خدتوا بالكم منها هو ارتفاع الترابيزه. عندهم مشكله في راي الشخص المتواضع ارتفاع الترابيزه الهاي تيبل عاليه بزياده والترابيزه اللو تيبل واطيه بزياده. تظبيطه سهله جدا لعلمه ممكن تتعمل في 3 4 ايام كل الترابيزات بتتقص بطريقه معينه وتقصر والتانية بتركب لها كعوب خشب يعني في الاخر كلام مش كروشل يعني مش حاجه كبيره ولكن لو اتعملت هتفرق جدا في ارتياح الكلاينت وهو قاعد. بس احنا كده قلنا كل حاجه. عايز تقول حاجه؟ لا بس تجربه كانت حلوه جدا.
ايه؟ تجربه حلوه جدا معاكي. شاوري الماما بقى قولي لها ماما ماما انا اكلت مع لا مش كان مع مراد ايوه وما وقعتش على هدومي يا ماما بصي هو ما وقعتش على هدومي يا ماما لا كبرنا بقى الكلام ده لا حضرتك انا دي عاده عندي انا عدت الفوق انا اصلا لما بتقعش ببقى حاسس ان هيحصل لي حاجه لما اطلع يعني حتى دايما ليا جمله كده ربنا ما يقطع لي عاده قمصاني كلها بتخش لا 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 انا وصلت لسن معين كان ماشي معايا الموضوع ده بعد كده بقى حضرتك انا اكبر منك برستيجي ما سمحليش لا برستيجي برده كموظفه لا 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 خالص والله يلا صباح الخير ميرسي يا نادين على وجودك معانا ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه من الاكل.